الرحمن الرحيم. فعلا مهرجان مبارك وفي منطقة تحتاج إلى هكذا نوع من الخدمات ونوع من التواصل. منطقة الحسينية منطقة مكتظة بالسكان وهي بأمس الحاجة إلى هكذا نشاطات تهتم بشؤون الأطفال من ناحية ثقافية ومن ناحية رياضية ومن ناحية الاجتماعية وتطوير القابليات والمهارات، وهذا شيء يحسب للجهة الراعية لهذا المهرجان، وإن شاء الله موفقين في كل الممارسات. ونحن في هيئة الحشد الشعبي داعمون لهكذا نشاطات، والأخوة في نادي الحشد الشعبي الرياضي أيضا إن شاء الله يدعمون، ونتمنى أن نجد ونشاهد الكثير من هذه المهرجانات في مناطق أخرى. أستاذ، ممكن يعني تقول لنا ما هي رسالتك الموجهة للأطفال اللي يتابعوك على شاشة قناة شاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأطفال هم طبعا هم رجال المستقبل، وهم الجيل الواعد الذي ننتظر هذا البلد أن إن شاء الله يمضي به نحو شاطئ الأمان والاستقرار. أدعوهم إلى الاستفادة من هذه المهرجانات والتفاعل معها، لأنه هذه المهرجانات تدار من أيدي أمينة وحريصة عليهم. فأدعو الأطفال وذويهم وآبائهم وأمهاتهم إلى أن يدفعوا أبنائهم إلى هكذا مهرجانات، لأنها تمثل الخير والدعم في التربية وفي تنمية القدرات الخير لدى الأطفال. السلام عليكم على كل أصدقائنا الحلوين، كل عام وأنتم بألف ألف خير يا ربي. سنة سعيدة عليكم، يحفظ كل أطفال العراق وكل العوائل العراقية وكل أصدقائنا الحلوين. حلوة برامج كل عام وأنتم بخير، صحة والسلامة. صحة وسلامة إن شاء الله عليك وعلى كل أطفال العراق الحلوين، وكل ميومة سوكورة سوكي قوية صديقتنا الأمور. وهذه أجمل هدية وأجمل عيدية مقدمة من قناة شهاب الفضائية. جمهورنا الكريم، كل عام وأنتم بألف ألف خير والصحة والعافية لكم يا ربي. واليوم فقرة كلش حلوة وفقرة مميزة من برنامجنا المميز صندوق شهاب. شنو هاي الصفقة؟ وينها؟ يعني نجحتي من الثالث للرابع لو من الرابع للخامس؟ لا، من الثالث للرابع. ها شنو؟ صديقنا بعد لحد الآن ما صاعد على المسرح. أحبائي وأصدقائي، انتظرونا بحلقة قادمة، برنامجنا المميز، برنامج صندوق شهاب.